تحية طيبة لكم مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج حوار سبورت. حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث فيها عن ما آل إليه مصير منتخبنا العراقي بعد مباراتين خاضهما في تصفيات كأس العالم لمونديال روسيا المقبل. عنوان حلقة سيكون درسان قاسيان للمنتخب الوطني العراقي بعد موقعة ملعب بيرث والخسارة بهدفين نظيفين أمام المضيف الأسترالي. جاء الدور ليهدي الفريق والعراقي نقطة ثلاث نقاط ثمينة بعد أن تقدم على الشقيق السعودي بهدف وحيد وتأخر بعد ذلك بهدفين لهدف واحد في الدقائق العشر الأخيرة. ضيفي في حلقة هذا اليوم واحد من اللاعبين الدوليين السابقين والكفاءات التدريبية الشابة الواعدة الكابتن أحمد والي. أهلا وسهلا بك كابتن. أهلا وسهلا بك أستاذ حسين، حياك الله. كابتن، موقعة ملعب شاه علام في ماليزيا يعني كما يقال نتأة الجرح، جعلت الشارع الرياضي غاضبا خصوصا بعد المستوى الجيد اللي ظهر به المنتخب العراقي قرابة 65 دقيقة والانخفاض البدني الملحوظ بعد ذلك والتأخر في النتيجة والخسارة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولكل كادر قناة الرشيد ولكل المشاهدين. حقيقة كانت نتيجة يوم أمس كانت صراحة يعني قاسية جدا في حق المنتخب العراقي لما قدمه بالشوط الأول من مستوى كبير ومستوى جيد يعني صراحة، لكن بعض الأخطاء اللي كانت رافقت اللاعبين وكل اللي موجودين في المنتخب من لاعبين إلى مدربين أدت إلى هذه الخسارة اللي كانت ما متوقعة صراحة لشاهد الفريق في الدقائق الأولى أو الشوط الأول. راح يتوقع أنه العراق يمكن يطلع بأكبر نتيجة بفوز على السعودية صراحة، أنا كنت متفائل أنه يمكن نفوز بأعرض نتيجة يمكن في تاريخ الكرة العراقية على منتخب السعودية، لكن قلت لك يعني الأخطاء اللي وردت في هذه المباراة انقلبت المباراة من الدقيقة 69 تقريبا أو 79 يعني تغير خروج على عبد الزهرة. أكيد هو أخطاء كثيرة على عبد الزهرة، مهدي كامل، يعني أمور يعني تخبط اللاعبين، يعني أمور كثيرة رافقت المباراة صراحة، لكن هذا شيء كان محزن بالنسبه لنا كمتابعين وكرياضيين ولكل شارع الرياضي العراقي. كابتن، يعني نقطه مهمه خليني اوقف عندها، حتى معلق المباراه كان متفاعل مع لمسات الكابتن علاء عبد الزهرة، يعني حتى قال اكثر من مره هو يعني من غير في اداء الفريق العراقي وجعل له عمق هجومي كبير، يعني احنا لاول مره شاهدنا راضي شنيش اللي يعني يتجرأ بهذه القوه ويلعب باربعه مهاجمين بمعنى اخر، جاستن كمهاجم ثالث الخلف، مهند عبد الرحيم، وعلاء عبد الزهرة، وحتى مهدي كامل تحسه في بعض الحالات كان هو مهاجم رابع خلف المهاجمين الثلاثة هؤلاء. بالحقيقة أساسياً احنا لو نلاحظ يعني تشكيل الفريق كبداية صراحة من أفضل يعني أفضل تشكيل نزل به المنتخب العراقي. حتى أحكمنا السيطرة على المباراة تماماً. بالعكس ما علي أي غبار، يعني كابتن راضي أحسن اختيار اللاعبين وتوظيفهم بالشكل الصحيح. مثل ما تفضلت علاء أنطى دافع او زخم هجومي بالنسبه للمنتخب العراقي، بالاضافه الى النزعه الهجوميه لجستن ميرام ولاحمد ياسين وخلفهم دائما ما يكون سعد عبد الامير ومهدي كامل. فيعني تشوف الفريق كان يعني النفس الهجومي اكثر واضح. قلت لك يعني واللي ساعد اللاعبين انه وضع المنتخب السعودي غير جيد، وكان لو مستغلين بعض الفرص اللي اجتنا بالشوط الاول كان ممكن تصير نتيجه اكبر ويرتاح الفريق، لكن هذه يعني يدخل بها جانب التوفيق. لكن احنا نتحدث عن بعد الدقيقه 69 او 79، يعني هذا المنعطف اللي صار بالمنتخب، الاصابات الاجباريه، احنا ما نتكلم عن امور، احنا نتكلم عن الامور الفنيه اللي كابتن راضي شخص محترم، انسان قدم، مجتهد، لكن انت عندما تعمل يعني اكيد راح يكون عندك اخطاء وتتقبل النقد، يعني اتمنى من كل الناس ان تنتقد بشكل حضاري وشكل مميز. بناء. بناء، احنا الان في مرحله مهمه وصعبه، ما ممكن انه نجرح او ننتقص من احد، بما انه بس نخلي النقاط على الحروف حتى الكادر يعني ممكن يكون عنده رؤيه، ممكن يسمع، ممكن يشوف. نعم. قلت لك يعني تصحيح بعض الامور حتى صح. في قادم المباريات. الاختلاف اللي صار بعد الدقيقه 79 انه الفريق كان مسيطر، الوضعيه ممتازه جدا، يعني ما كان اكو خطوره على منتخبنا.
بالتغييرات اللي حثت، انا هنا اوقف عند هذه النقطه اللي كانت يعني صراحه تؤخذ على الكابتن راضي الشنيشي، لانه انت التغييرات صح اجباريه، هو بالمؤتمر الفني اللي المؤتمر الصحفي اللي صار بعد المباراه قال انه تغييرات اجباريه. احنا ما نتكلم لاعبين مصابين اوكي، لكن النوعيه اللي تختارهم بدل هؤلاء اللاعبين يعني كان انت يعني انا مو من ناحيه تقييم، لكن انا برايي الشخصي انه كان نقدر ندخل مثلا مكان جيستنج كان ممكن يلعب علي حسني، بمكان علاء عبد الزهرة كان ممكن جاسم محمد، انت ماخذ مهاجم اصلا. علاء عبد الزهرة كان مهاجم يلعب خلف مهند او دائما يكون قريب عليه. جاسم كان يفيدك بهاي النزعه الهجوميه، حتى الفريق ما يبقى يتراجع للخلف، هو امر طبيعي انه الفريق ممكن يصير عليه ضغط ممكن يتراجع، لكن انت بهذه التبديلات راح تنطي الزخم او تنطي النفس الهجومي للفريق. فممكن كان الفريق يقدر يرجع الوضع الطبيعي. يعني دخول علي عباس كان يعني ما موفق جدا، علي عباس يعني شخص يعني او اللاعب يعني ما كان موفق في هاي المباراتين صراحة. للامانه هو الرجل حتى يلعب ظهير ايسر صريح في فريق الكوري، وكذلك كان في فريق سيدني اليسار يعني كان يلعب صحيح. كان ممكن ان يعني يشرك لكن يرجع يلعب للخلف. علامه استفهام كبيره كابتن، احنا اخذنا زمام المبادره لما كنا نلعب بثلاث مهاجمين مشكلين ثقل على الخط الخلفي للفريق السعودي، فبالتالي لا يحضر من الخلف ولا يستغل الاطراف. فان مارفايك بمجرد ان اجرى الكابتن راضي الشنيشي هاي التبديلات اشرك ثلاثه لاعبين على عجل وفعل اطراف الفريق أطراف السعودي الفريق. فاستطاع ان يسجل وان كانت من كرتين ثابتتين ومن حالات فرديه اخطاء يعني. وكان احنا يعني انا حتى تبديل يعني التغيير اللي صار لعلي فايز كان المفروض يعني انا برايي انه كان ممكن يكون سامال على جهة اليمين مكان علي علام هاوي يلعب كطرف أو جناح يمين، ممكن تساوي الأمور لأن علاء أصلا عنده نزعة دفاعية ونزعة هجومية جيد جدا، وأحمد ياسين حتى يجيد اللعب على الرواق الأيسر أيضا، ممكن تحول أحمد ياسين على الجهة اليسار يقدر يشتغل مكان جيستن ميرام. يعني قلت لك هي كهذه الأمور اللي تؤخذ على الكابتن راضي الشنيشي صراحة، يعني أنه هذه التبديلات كان المفروض يعني بعض التبديلات كان ممكن يمكن الفريق يكون وضعه يختلف، بالاضافه الى التوفيق في تسجيل الاهداف من هذه الفرص اللي الكم الهائل من الكابتن. هنا خليني اوقف قبل لا تكمل كلامك، موضوع مهم جدا. هل لا يملك لاعبون ثقافه الفوز؟ ثقافه الفوز تاتي عندما تسجل هدفا تعضد بالثاني ثم الثالث حتى تقتل المباراه. هذا الشيء ما نشوفه بالفريق العراقي صار فتره، حتى عانينا منه بالتصفيات الاوليه. صح، لا هي مو ثقافه، يعني هو مرات يعني انت مو كل شيء المدرب، يعني صراحه خلينا نكون واقعيين، يعني مو كل شيء يقال ان المدرب ينتهي دوره داخل مجرد الدخول للمستطيل، داخل المستطيل ممكن بعض التغييرات الملاحظات اللي ينطيها من خارج المستطيل ممكن تغير بعض الشيء، لكن مرات هو اللاعب نفسه يعني ممكن مردوده البدني ممكن الاجهاد ممكن الضغط اللي عليه علامه كبيره كابتن. انا اصابه على عبد الزهرة ومهدي كان، انا عندي ملاحظه يعني علامه استفهام كبيره على لياقه الفريق صراحه، يعني اللي لاحظناه مع المدرب غونزاليس مع المنتخب الاولمبي او حتى من كان مع المنتخب الوطني ما كان اكو مشكله عندنا يعني باللياقه او لاعب ينصاب، ممكن اجواء ماليزيا، وهنا نقطه انه انا يعني انا بوجهه نظري انه حتى اختيارنا للملعب ماليزيا خطا، انا برايي وجهه نظري يعني اولا مسافه بعيده عنه، ثانيا اجواء رطوبه، اجواء يعني ما متعودين عليها لاعبين، ممكن بلد قريب علينا حتى نقدر نستفاد من الجمهور من الاجواء اللي يعني نقدر. كانت هناك امور يعني كثيره حالت دون مثلا اختيار لبنان او الاردن، لكن الخيارات كانت محصوره ما بين ماليزيا واستراليا. استراليا لا يمكن لان اصلا اكو فريق الاسترالي هو ينافس معنا في المجموعه، ما ممكن بعض البعض طالب بان تكون مباراه في ارض في طاشقند في اوزبكستان على اعتبار اوزبكستان يلعب في المجموعه الثانيه. أوزبكستان ممكن كان ممكن مع أي دولة أفريقية، ممكن مصر ممكن الجزائر تونس أيضا يعني هذا يعني رفض الاتحاد الآسيوي كما وصلنا حقيقة، يعني احنا ما أعرف يعني هذه الأمور آسيا. وأنت تعرف دول الخليج معناها سيكون للجالية السعودية يعني جانب الأوفر في ممكن في ممكن الجماهيري. ممكن الاتحاد نعتمد على موضوع أنه الجماهير تكون أكثر في ماليزيا، ممكن الجالية العراقية وكانت حاضرة هي أكيد. نعم. بس احنا نتكلم عن أجواء عن لاعب، احنا ما نتكلم عن فقط الجمهور او اللاعب، ممكن الاجواء ممكن الرطوبه ممكن يعني ممكن كثير امور، يعني انا اشوفها يعني حتى السفر مسافات بعيده ممكن ياثر على اللاعب. على ذكر السفر كابتن، الفريق السعودي وصل قبل الفريق العراقي الى ماليزيا وغادر بعد انتهاء المباراه بخمس ساعات فقط. هاي مشكلتنا من زمان استاذ حسين، انت تعرف بها، يعني احنا هذه الامور اللوجستيه احنا نتحدث بها حتى نخلي المشاهد على علم انه احنا هكذا يدار العالم حقيقه. صح، من زمان احنا اكو نقطه يعني اخوان، يعني احنا لا نبالغ بطموحاتنا وتفكيرنا، وخلي نكون دائما واقعيين.
وهو ما تحدث به الكابتن راضي شنيشل، قال انا لم اعد احد صح بالتاهل لكاس العالم. صح. والدليل انا مع، انا اتفق مع الكابتن راضي شنيشل، انا مو دفاعا عنه، لكن لما تجي تتاهل كاس العالم يجب ان تعمل، يجب ان يكون عندك دوري منتظم، يجب ان يكون عندك دوري فئات عمريه منتظم، يجب ان يكون عندك ملاعب، يجب ان يكون عندك احتراف كامل، بنى تحتيه متكامله، بنى تحتيه كامله، احتراف بمعنى الاحتراف الصحيح. هذا التخطيط. هنا تقدر ممكن هنا تحاسب مدرب، بعدها ممكن تقيل مدرب، ممكن تخلي هواي امور، لكن انت الان يعني صراحه مع احترامات الاتحادنا احنا عملنا عشوائي، عملنا فطري، نعتمد على موهبة اللاعب وممكن نعتمد على أمور كثيرة يعني تشجيع اللاعبين. هذا هذا ما مو كل مرة يعني، مو كل بطولة أنت تنجح فيها، ممكن تنجح بطولة. كثرة السفر والترحال أيضا كابتن، يعني من بغداد إلى ماليزيا ومن ثم من ماليزيا إلى أستراليا والعودة إلى ماليزيا، وهذا كله يعني جائز إذا تحدثنا هذا الموضوع سيتعكز الجميع على موضوعة الأزمة الاقتصادية والشح ذات اليد. ما اعتقد بقية هذا المنتخبات تسافر برحلات من الدرجه الاولى، يعني مقاعد درجه اولى او البزنس كلاس، بعد الفريق العراقي يسافر بالدرجه الاقتصاديه سياحيه. هذه هذا مو عذر صراحه، بلد مثل العراق ما اعتقد يعني هذا شيء عائق، يعني يعني ما يعني مو فد صعب يعني تكون طائره خاصه. ضربنا مثال، نعم ضربنا مثال انه الفريق السعودي وصل لماليزيا قبل الفريق العراقي واكمل المباراه وعاد قبل الفريق ليش العراقي. ليش احنا ما عندنا هذا الشيء؟ شنو ناقصنا يعني؟ شنو البلد يعني؟ لا تقول لي تقشف لا عندنا رغم التقشف عندنا، ممكن وزير النقل يوجه طائره خاصه. في الفتره الماضيه كان وزير النقل هو ذاته وزير الشباب والرياضه ورجل متعاون الى حد كبير. خلاص يعني كان المفروض هذا يحلوا الموضوع، يعني انه الفريق ما اتعب. المفروض من يبادر هو اتحاد كره القدم. اتحادي يفاتح الوزاره، يفاتح حتى مجلس رئاسه الوزراء. يعني اذا اقتضى الامر انه فاتح هذا فريق وطني. وطني هذا يمثل بلدي وتصفيات مهمه، تصفيات كاس العالم. احنا لما نتكلم عن التخطيط والدراسه والبناء هذه من ضمنها الأمور الإدارية من ضمنها. نعم كابتن أحمد، خليني أرجع لأداء فريقنا بالمباراة. استوقفني حقيقة تصريح الكابتن صالح راضي، الدكتور صالح راضي الأكاديمي وتدريبي المعروف في العراق، قال تراجع لاعبي فريقنا إلى ساحتهم وانخفاض مردودهم البدني أهم عاملين في وصول الفريق السعودي أكثر من مرة إلى مرمانا وتهديدنا. كنا في البداية يعني تخوف فقط من الكرات الثابتة بالنسبة للفريق السعودي، كان هذا سلاحه الوحيد وحاول منها وما استطاع، لكن بعد ذلك مع هذه التبديلات اللي تحدثت عنها الفريق السعودي قام ينقل الكرة على الأجناب ويدخل حتى إلى عمق الفريق العراقي. هذا ما تكلمنا به صحيح، يعني أنه المردود البدني لبعض اللاعبين يعني ما كان بالمستوى المطلوب لهذه المباراة، تحضيرهم يمكن حتى التحضير النفسي او الذهني للمباراه هذا خطأين ساذجين يعني تسببا في ركلتي جزاء. يعني هذه ما اعتقد انه مدرب مثلا، يعني خلينا نكون واضحين، يعني ما ممكن مدرب يدخل يقطع كره، ما ممكن مدرب ينزل يسجل. تبقى قلت لك تحضير اللاعب لهذه المباراه وتركيزه بالمباراه، ما ممكن يعني لاعب يعني واصل مرحله لاعب دولي ولاعب محترف انه يقطع هذا الخطا. يعني هذا هم يتحمل اللاعب، والمشكله جزء يتحمل اللاعب. نعم والمشكله كابتن في هذا الموضوع ان الخطأين الشخصيين جاء من لاعبين اكثر من ثلاثه اشهر هم كانوا في اوروبا ومن ثم الجزائر ومن ثم اولمبياد ريو دي جانيرو ومن ثم جاءوا للمنتخب. هذا الموضوع اللي نتكلم عنه اساسا، تحضير اللاعب الذهني والبدني من الامور اللي مسؤوليه من جدا. كابتن هذا الموضوع اكيد هو التحضير راح يكون من طرف المدرب والكادر التدريبي انه يحضر اللاعبين، لكن تعرف انت بعض الامور جزئيات، كره القدم تلعب على جزئيات، يعني ممكن اللاعب يعني جزء من الثانيه يفقد تركيزه يسبب خطا، وهذا اللي صار. وهذا اللي صار خطا. انا يعني انا يمكن من افضل المباريات اللي لعبها سعد ناطق واحمد ابراهيم، لو لا لاحظ الجزاء الاولى السبب الاول احمد ابراهيم اللي تاخر بابعاد الكره. نعم. دخلت منطقه الجزاء الخطا في الثاني. في هذه المباراه انت بحاجه لتنظيف المكان دائما، منطقه تنظيف المكان الكرة. وانا برايي الشخصي هنا تحتاج دور القائد واللاعب الخبره في هكذا مباريات. يقال عندنا في عرف كره القدم في 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 ملاعبنا يقول له المدافع، حقيقه مدربينا يعلمون المدافع هذا الشيء، يقول له لا تسلم نفسك بسهوله. احنا مدافعين يسلم نفسه بسهوله، يطلع للخصم بدون ما ممكن تفكير بدون تركيز. انت ما تجي، ما ممكن تجي تتهور بمنطقه الجزاء، هذا احنا ممكن متعلمين ممكن احنا صغار بداخل الجزاء دائما تحاول تقطع بدون لمس الخصم، تقصر تضيق عليه المساحه، لكن ما تسوي معاه يعني تاتش بداخل الجزاء، لان هذا دائما تكون ضيق عليه الحلول، حتى ما تكون الحلول دائما تكون مركز بهكذا مناطق، يعني حتى المناطق القريبه على الجزاء مرات نقول للمدافعين انه دائما ركز، اخر، اختار الوقت المناسب بالقطع،
فهذه الامور يعني بعض لاعبيننا يكون عندهم تهور، ممكن يكون اندفاع زائد، فهذا اللي سبب لنا جزائين صراحه اللي صار الكارثه. يرى الكثير من النقاد والمحللين، وتابعنا حقيقه البارحه الفضائيات العربيه والعالميه والاقليميه اللي تحدثت عن اسباب تراجع منتخبنا الوطني العراقي، ان السر يكمن في قراءه مارذك لتبديلات راديشنيشل بصوره صحيحه. انا برايي انه هو توفق مدرب السعودي، محظوظ هذا المدرب، صار مرتين ياخذ ثلاث نقاط بضربات جزاء، ممكن الحظ يلعب دور لكن مو كل مره. يعني هو توفق لان اللاعبين اللي نزلوا كانوا بمستوى يمكن لياقتهم جيده، بالاضافه الى قله مردود لاعبين الاطراف واللي استغلوهم. يعني قلت لك هو كان موضوع يعني حله بسيط جدا، انه تدفع بسامال على جهه اليمين وعلى مهاوي للامام، وممكن احمد ياسين يجي على جهه اليسار، وانت تبدل يعني ممكن تبديلين بالفريق، انت بتبديل واحد مارفك يعني شغلت. نعم عفوا كابتن، يعني بالامس انا حقيقه استوقفني يعني تحليل منطقي جدا للموضوع. فان مارفك يعني اجرى تبديل باشراكه يعني اللاعب فهد المولد، ويعني هو اللي شغل جهه يمين الفريق السعودي وفتح ثغره في الفريق العراقي، فريقنا الوطني العراقي، وايضا بالتالي نجح بسحب الفريق السعودي للامام. بعد كان متراجع متخوف من وجود ثلاثه مهاجمين، فبالتالي كان خسران دائما اربع لاعبين او خمسه للخلف حتى يوقف هؤلاء اللاعبين ثلاثه، خصوصا ثلاثه مهارين كانوا لاعبينه، جاستن ولا علاء عبد الزهره ولا مهند. بعد ذلك التبديل الثاني كان تبديل يعني مراكز فقط، صح. تيسير الجاسم كان يلعب صانع العاب واضح طيله المباراه حتى الدقيقه يمكن 70 او 71 قبل، نعم بعد ان يعني حوله الى صانع العاب، لكن مال على جهه اليسار، جهه علاء مهاوي اللي يعمل مع هذا اللاعب اللي نعم. اللي كان بجهه اليسار، واسند مهمه صناعه اللعب لنواف العابد، صح. هذا اللي يعني يمكن الشيء اللي فات كادرنا التدريبي حقيقه. استاذ حسين هو كان المفروض، يعني انا برايي انه من الشوط الاول كان هنا يظهر دور المدرب بالمجازفه، او هي مو مجازفه، او يعني ممكن نقول عليها شجاعه، لان نعرف كابتن راضي شجاع، لكن بهذه المباراه ما كان شجاع بهذه. يعني لو تلاحظ الفريق السعودي بالشوط الاول، انا لو كنت مدرب يمكن العب ثلاث مهاجمين صريحين، يعني الفريق السعودي مستسلم الى ابعد الحدود. يعني لو تلاحظ كل الكرات العاليه لنا، كل المشاركات للاعبيننا، لكل يعني كل الـ كل الثنائيات كانت لمصلحه المنتخب العراقي بهذه الحاله، دقيقه 70 نفس الحاله اللي سواها المدرب السعودي اللي لعب الاطراف مع المهاجمين، جبر لاعبين يرجعون للخلف. انت من تلعب مهاجم دائما وعندك لاعبين يوازنون الموضوع انه بين الهجوم والدفاع، هنا صدقني راح تكون خطوره بعيده عن مرماك. ووضع السعوديه كان بالشوط الاول ممكن نقدر نحسم المباراه من الشوط الاول نهائيا. يتحمل لاعبون الوزر الاكبر لانهم اضاعوا فرصا كثيره، ممكن يتحملها اللاعبين، لكن الكره لمهند سهله، كره لعلاء عبد الزهره أكيد اسهل، كره اسهل من هاتين الكرتين لعلاء مهاوي عندما توغل من جهه اليمين، وبدل ان يعكس الكره لمهند، صح. امام المرمى الخالي تقريبا، صح. لعب الكره بالزاويه الضيقه واخرجها لمسيليم، صح. هو ممكن يعني توفيق اللاعبين ما كانوا يعني بالمستوى المطلوب انه بتسجيل الاهداف، لكن انت تبقى كمدرب كان المفروض يجازف او يلعب بشجاعه اكبر، انه العب عليهم بمهاجمين اثنين صريحين، وحتى لعب مهاجم خلفهم حتى اكون انا ضامن انه هو الفريق السعودي ما راح يقدر يجتازني، وما يقدر ما يقدر يصعد على مناطق المنتخب العراقي. يعني كان المفروض من الشوط الاول هذا الشيء يحدث، اللي حدث عكس الشيء اللي صار مع المنتخب السعودي، اللي في حين استغل الفريق السعودي استغلال جيد بعد هبوط المستوى البدني للاعبين. نعم. جستن ميرام ما كان يساعد ضرغام في الشوط الثاني، وكانت جبهة ضرغام مكشوفه خصوصا بعد الدقيقه 65. هذا اللي نتكلم عنه، كان المفروض يعني هو هذه بعض التبديلات حتى بداخل الملعب ممكن تبدل، مثل ما غير المنتخب السعودي تيسير غيره، كان ممكن يعني تقتل المباراه انت من الشوط. تحدثنا عن دخول سامال ودفع بعلاء مهاوي للامام وتحويل ياسين الى جهه اليسار، هذه واحده من الحلول، واحده من الحلول، يعني تقدر حلول كثيره غيرها، يعني تقدر مكان على عبد الزهره كان ممكن يلعب جاسم محمد، لاعب نشيط ولاعب. خليني اوقف يعني عند هذا الاسم، كابتن جاسم محمد شفناه بالدوري العراقي واحد من افضل المهاجمين، نعم زين، يعني استدعي ولم يشترك لحد الان، حال بعض الاسماء اللي لم ترى الفرصه حتى الان، ونحن مرينا بموقفين عصيبين في مباراه استراليا وفي المباراه الثانيه امام السعوديه. هذه مشكله، يعني انه انت يعني بهيك يعني نفس هذه المباراه السعوديه كان المفروض يعني انت تفكر بالنزعه الهجوميه، تفكر باللاعبين البدلاء المهاجمين حتى تقدر تقتل المباراه، يعني ما تخلي الفريق السعودي يفكر يكون عنده حل ان يقاوم او يرجع الوضع الطبيعي.
يعني كان هي هاي قلت لك الاسباب انه جاسم محمد من افضل اللاعبين بالدوري العراقي كمهاجم، لاعب يسجل حتى مع نادي نفط الوسط في البطوله الاسيويه العام اللحظه كان يسجل اهداف كثيره. لاعب مؤثر حقيقه، لاعب مؤثر، لاعب نشيط، لاعب يعني حرك، كان تستفاد منه يعني. هذا احد الحلول اللي قلنا يمكن يكون هي فرصه للتجربه عندما كنا متقدمين بهدف. انا لحظه يعني موضوع التجريب ما تجريب، انا مدرب يعني صار له فتره وياهم، ما اعتقد يعني عندي صوره كامله عنهم. مو موضوع انه تجرب، انت الان فريق صوره الفريق واضحه عندك، اللاعبين واضحين عندك. نعم. انت الان اختاريت هؤلاء اللاعبين، ما ممكن انه هذول تسميهم تجربه، انت خلاص بعد اقتنعت بهؤلاء اللاعبين ولازم انت توظفهم بشكل صحيح. يعني ماخذ جاسم لازم تشوفه يعني تلعبه، انت ماخذ انه لاعب يلعب عندك البطوله او التصفيات وكان تحتاجه في هذه المباراه. لكن لم يشرك الكابتن راضي شنيش. كابتن احمد، الصحافه السعوديه والاعلام السعودي فرح جدا بثلاث نقاط اخرى ايضا جاءت عن طريق ركلات الجزاء وايضا على خصم، سبب يعني حرج كبير لفريقهم الوطني اللي ايضا الشارع السعودي الرياضي غير مقتنع باداء فريقه حتى الان، رغم انه هو حقق ست نقاط علامه كامله. اكيد احنا اتفقنا يمكن من أسوأ منتخبات السعوديه هو هذا المنتخب. يعني انا ما شاهدت منتخب سعودي أسوأ من هذا المنتخب. احنا دائما يعني نشوف الفريق السعودي اكو لاعبين مؤثرين، اكو لاعبين حاسمين، هذا الفريق حقيقه فعلا يعني يمكن هو الاضعف كما يعني قيل. لو تلاحظ انا لاحظت يمكن حتى قبل المباراه بيوم كان التدريب مالته حتى او يعني وجه اللاعبين يعني منكسرين، يعني اللاعب جاي للمباراه هو خسران. وهذا اللي ما شاهدناه بالشوط الاول، فريق منهار بشكل مو طبيعي. يعني من لما يرجع ويسجل هدفين اكيد يعني راح تكون عندهم فرحه كبيره بشارع السعودي. هنا في يعني في الوسط الكروي العراقي، اعلام، جمهور، مختصين، متابعين، تعودنا انه اخفاقه او ثانيه دائما تبدا المطالبات بالاقاله او تقديم الاستقاله. هذا الفكر متى سنتخلص منه؟ صراحه استاذ حسين هي مشكله كبيره يعني نواجهها بالكره العراقيه دائما. المدرب هو الحلقه الاضعف، الحلقه الاضعف دائما المدرب هو يعني صراحه. لكن احنا يعني ما اعرف يعني جمهورنا دائما يكون عاطفي، جمهورنا دائما مندفع يطالب بتحقيق نتائج، وهذا ما تكلمنا عنه اخوان. يعني هذا ما يجي عن فراغ، انت ما ممكن تحقق نتائج بيوم او شهر وشهرين. الناس تتعاقد، الدول تتعاقد مع مدربين لمده 4 سنوات وثمان سنوات حتى ينشئ جيل، حتى ينشئ فريق، حتى يقدر بعد ذلك تقدر تحاسبه. انت ما ممكن تجي مدرب شهرين او ثلاثه، واغلب اللاعبين ما كانوا عنده، اغلب اللاعبين اللي كانوا مع الاولمبي ما تكلمت مع حضرتك يمكن قبل. هذا يرجعني لمباراتنا امام استراليا، عاب الكثير هنا وانتقد وحتى البعض تهكم يعني واستهزأ بخساره الفريق العراقي امام استراليا في بيرث بهدفين بلا شيء. بالامس يعني خسر الفريق الاماراتي اللي كان مرشح فوق العاده امام الفريق الاسترالي وعلى ملعبه وامام جماهيره بهدف نظيف من توقيع المهاجم الخضرم تيم كاهل، يعني يقدم نفسه بقوه الفريق الاسترالي عنه، هو يعني فعلا هو القوه الكبيره في هذه المجموعه، المجموعه الثانيه. صحيح استاذ حسين، احنا لو نلاحظ يعني يمكن حتى المنتخب الاسترالي اللي لعبنا معه ما كان بالمستوى اللي كنا نتوقعه، يعني مو افضل من المنتخبات الاستراليه اللي لعبناها بالسنوات السابقه. لكن يعني تعرف الفريق الاسترالي اغلب لاعبيه بالدوري الانجليزي والدوري الالماني ايضا، ويعني محترف اوروبي، يعرف كيف يتمرن، كيف يتعامل مع هكذا مباريات. بالاضافه الى وضعنا احنا كفريق عراقي، فريقنا يعني ما ممكن انه انت تطالب المدرب انه بتحقيق نتيجه امام منتخب منظم ومعاد ويعني من زمن طويل. يعني انت مدرب، تكلمنا بهذا الموضوع انه مدرب المنتخب الوطني كان مجبر انه يعمل منتخب داخل العراق والمنتخب الاولمبي مشارك. يعني هذه احد اسباب او اخطاء الاتحاد، انا احمل الاتحاد. كان المفروض انه يا اما يكون كابتن راضي شنيش هو مدرب المنتخب الاولمبي لقله الفتره بين المباريات النهائيات الاولمبيات وتصفياتنا. ما ممكن انه انت لاعبين يكونون عند مدرب ثاني ويجون على مدرب اخر للمنتخب الوطني، فكر يختلف. كان المفروض يبقى يا اما كابتن غني شهد يسلم المنتخب الوطني، يا اما يمكن كابتن راضي هو يكون قائد المنتخب الاولمبي ويقود المنتخب الوطني، حتى يعرف اللاعبين نفسهم اللي راح يكونون بالاولمبي. احنا كنا عارفين انه اغلب اللاعبين اللي بالاولمبي راح يكونوا منتخب الوطني. طيب. وهذا اللي ما حدث يعني. نعم كابتن احمد، بعد تقريبا شهر في شهر العاشر يوم 6 ويوم 11 عندنا مباراتين اخريين، اليابان وتايلاند. تايلاند.
هل يمكن تدارك أمور كثيرة من هذا التاريخ إلى بعد شهر تقريبا؟ والله كل شيء ممكن، كل شيء ممكن تقدر يعني ما دام أنت عندك فترة تقريبا قوية. تلعب 4 جولات في الدوري العراقي إذا ما انطلق في موعد محدد أو 3 صح. بالإضافة إلى يعني إعطاء المساحة أو الوقت الكافي للمدرب الكابتن راضي الشنشي الاختيار، أنا برأيي يعني من وجهة نظري الخاصة أنه يعني كان ممكن أن نستفاد من خبرة يونس محمود في هكذا مباراة وهكذا بطولة. فعلا أكو أصوات تطالب بعودة تطالب يونس محمود يلعب ربع ساعة وعشرين دقيقة ممكن كما يلاحظ يفعل مع تيم كاهل ممكن منتخب إسرائيل. تيم كاهل نشاهد يعني يوم أمس كان لكن أكو على الطرف الآخر من يقول أن يونس بلا فريق ولا يتمرن وهذه أيضا يونس مشكلة. وهي المشكلة كانت من البداية، يونس كان مع فريق الطلبة موسم كامل. يعني احنا نحتاج يونس ممكن يختلف عن اللاعبين الباقيين انه بالمباريات اسم وخبره وقائد للفريق وينطي دافع معنوي للاعبين. التصفيات كان ممكن موجود يمكن يختلف الفريق العراق. طيب كابتن التصفيات هي تقام على مدار سنه ونصف واكثر بعض الشيء او خلينا نقول سنتين. من الممكن ان يقدم يونس محمود نفسه من جديد اذا ما انتظم مع فريق معين في الدوري العراقي وقدم مستويات سيفرض نفسه بقوه وسيعود للمنتخب الوطني العراقي. راضي الشنشن من نوعيه المدربين اللي يعتمد على ما تقدم من عطاء. اكيد مو قلت لك يعني مو كل اللاعبين صح، انت لاعبين الشباب ممكن تشوفهم على تقديمهم للمستوى، لكن لاعبين خبره مثل يونس مثل علي رحيمه ممكن كان يفيدون المنتخب العراقي. هل استعجل علي رحيمه في اعلان الاعتزال الدولي؟ انا برايي يعني علي حسين استعجل يعني حتى سلام شاكر سلام إلى وضع خاص مثل ما سمعت يعني ممكن وضع خاص بعض الأمور اللي صايرة وياه على الاعتزال. لكن بالنسبة لعلي رحيمة أنا أشوفه كان يعني وجوده بهكذا مباريات كان مهم جدا. علي رحيمة من اللاعبين قائد للفريق عنده خبرة كبيرة بهكذا بطولات كان ممكن يفيد الفريق العراقي في هذه المباريات. وبالإضافة إلى يونس محمود إحنا ما نطالب يونس إنه نطالب المدرب إنه عودة يونس ويعني مفروض إنه لازم يلعب أساسي. وجود يونس بالفريق كان مهم وباعتراف الكابتن راضي الشنشن في بطولة آسيا. يعني يونس كان هم يعني بعيد عن المنتخب كابتن راضي استدعاه. يونس في البطولة الآسيوية في استراليا غير يونس في الدوري العراقي كان شعلة من نار حقيقة. يعني خلينا نكون واقعيين سعد حسين، دورينا غير منتظم وهذه مشكلة نوعا مشكلة كبيرة. دورينا مجموعات دوري يتأجل حسب يعني أسباب جدا بسيطة. هذا تأثر على اللاعب لما يقعد فترة طويلة يجي يلعب مباراة واحدة وبعدها بعشرين يوم يلا يلعب مباراة، تأثر على اللاعب راح يستنزف كل طاقته بالتمرين وبالتدريب، المنافسة ما راح تكون موجودة. يعني هذا تقتل اللاعب نفسه. بالأمس كنت أتحدث مع واحد من عمالقة التدريب عندنا في العراق هنا الكابتن القدير عبد الله عبد الحميد، وجه له تحية طبعا. كان كلامه جميل جدا وهو يتحدث معي، قال عندنا مشكلة في موضوعة الراحة السلبية للاعبين، لا ندرك قيمة هذا الموضوع ونتعامل معها بطريقه خاطئه. هذه مشكله يعني صراحه احنا يمكن مثل ما تعرف في نادي زاخو الان يعني بدا العمل والتحوير الفريق، يعني جانا احد اللاعبين يعني محترفين يعني لاعب محترف ممكن كان هذه اللي راح السلبيه مالته يمكن 40 يوم سلبيه نهائيا زياده بالوزن عدم القدره على يعني هذا لاعب محترف انه يوصل لمرحله انه 40 يوم او شهرين يقعد راحه سلبيه نهائيا ما ممكن انت تقدر تعيده بيوم وشهر يحتاج على الاقل بقدر هذه المده حتى يعود مضاعفه حتى تقدر تعود الوضع الطبيعي. فثقافه لاعبينا الاحترافيه قليله جدا مع يعني احترامات لكل لاعبين. وعندما تقارن بلاعبين عالميين سينبري البعض القول لا تقارن، لا يمكن المقارنه مع لاعبين عالميين. هذا نموذج لازم تحتذي به. انت يعني انت اشتغل مثل ما يشتغل هو بالقدر الممكن، حافظ على نفسك من السهر، حافظ على نفسك من الإصابة، اتمرن جيد، أكل زين، يعني كل هذه الأمور هاي يحتاجها اللاعب. مفروض هو نفسه اللاعب هو محترف هو يعرف كيف يدير نفسه. يعني أنت مهنتك كرة القدم الآن. كابتن يعني عذرا المقاطعة، تصريح لمارفيك مدرب منتخب السعودية قال بعد الفوز على العراق الآن يمكننا النظر إلى الأمام بثقة. هل يمكن أن يغير الفريق السعودي من مشواره من طريقة لعبه أم أنه سيبقى بهذه الطريقة ويحصد النقاط؟ البعض يقول هي ضربة حظ كرات ثابتة ضربات جزاء. برأيي شخصي على المستوى اللي يقدمه المنتخب السعودي أمام تايلاند وأمام العراق أمام فرق قوية راح يلعب معها مع أستراليا مع اليابان ما ممكن يفوز. ما ممكن يعني من الصعب جدا.
لان المستوى العام للفريق ما يطمئن. يعني انت لعبت، انا شاهد مباراته مع تايلاند، من يعني من المعجزات انه يفوز، حتى كان افضل منه المنتخب تايلاندي بكثير بكل شيء. إيه؟ فعلا. يعني خليني، موضوع مهم جدا، الكابتن راضي شنيش اللي تحدث عنه في المؤتمر الصحفي بعد المباراه بالامس، قال لا اريد من احد ان يتعكز على اخطاء الحكام، ضربتي جزاء صحيحتين لا غبار عليهما، صحيح كنا افضل واضعنا الفوز من بين ايدينا لاننا لم نسجل هدفا ثانيا نقتل به المباراه. صحيح، انا هذا التصريح مهم جدا وانا ايد الكابتن، لان ضربتين جزاء كانت صحيحه في حين كانت لنا هناك ضربه جزاء واضحه في مباراتنا امام استراليا ولم تحتسب. هذه هي بعد هي اخطاء، يعني ممكن هي الحكام جزء من اللعبه. نعم، وبالامس القريب مدرب منتخب الامارات السيد مهدي علي هاجم حكم مباراتهم امام استراليا، يعني بالمؤتمر الصحفي هجوم قوي حقيقه، وحتى بين الشوطين، حتى بين الشوطين نعم هجم علي داخل الملعب وتكلم معك. هذه جزء من المباراه، جزء من اللعبه، الحكام جزء من اللعبه. احنا ما نبقى نتعكز انه ضربات الجزاء، انا برايي كان الحكم جدا عادل في مباراتنا مع السعوديه، كان جيد ودار المباراه بشكل جيد، ولا اضيفك انه كان يعني مؤثر على المنتخب السعودي اكثر من عدل. يعني شوف الاول، حتى من اضاع، حتى الشد العصبي بالنسبه للمنتخب السعودي كان اكبر. يعني لو تشوف كل اخطاء المنتخب السعودي كان يهاجمه تيسير جاسم والكابتن يحتجون على قرارات الحكم، فكانت الافضليه انه بكل شيء. كابتن، يعني من كلامك قبل قليل تتحدث عن اختيار ملعب شاه علام وماليزيا وبعد المسافه، لكن الاجواء حقيقه تماثل الى حد ما الاجواء في الخليج. سنلعب مع الامارات في ابو ظبي، وسنلعب مع السعودية في قطر على ما أعتقد، فهي بالتالي أيضا أجواء ذات رطوبة عالية، فبذلك الاختيار كان يعني صائب إلى حد ما، لكن ظروف المباراة أملت علينا أن نخسر بهدفين بهذه الطريقة حقيقة. هل هو سوء توفيق أيضا لرافض الشيخ أن يصاب اللاعبين المؤثرين مهدي كامل وعلى عبد الزارة؟ هو ممكن يدخل بها جانب التوفيق أو الحظ، لكن أنت يعني ما ممكن نبقى إحنا على الحظ، لازم ندرس اسباب انه ليش. يعني لاعبين مهمين مثل علاء وكان جيد بالمباراه ومهدي يصابون نفس الاصابه، اذا اكو خلل يتحملها ايضا مدرب اللياقه البدنيه والمعد البدني. اكو خلل، اكو موضوع خلل بي، يعني ما ممكن، يعني ممكن واحد ينصاب اصابه التحام، هذا ممكن وارد، لكن يعني بنفس الاصابه ووضع، يعني مع العلم على عبد الزهره ولاعبين كثير بالدوريات الخليجيه والاجواء الخليجيه والرطوبه، فاللاعب العراقي متعود. يعني انا اشوف، بس انا يعني ملاحظتي على اختيار ماليزيا، المكان او الدوله بعيده عنه، يعني الترحال والسفر هذا هم يرق اللاعب. واحنا عندنا مشكله في موضوع الامور اللوجستيه في التحضير للمباريات اللي نسافر لها ونرجع، هذه مشكله كبيره عندنا بالحجوزات، بالطيران، بالسفر، يعني امور كثيره يعني ترهق اللاعب، ترهق المدرب. كان المفروض نختار بلد قريب علينا. طيب كابتن، بعد شهر من الان عندنا مباراتين، امام تايلاند في ملعب باص في طهران، ومباراه امام اليابان في طوكيو. هل يمكن تدارك بعض الشيء خلال هاتين المباراتين؟ البعض يعني هنا انقسمت الاراء، هناك من ينتظر لا يعني نفتح موضوع التبديل المدرب، هناك لا يجب تبديل المدرب ما دام اكو فرصه شهر حتى يلحق يسوي تغييرات. يعني انا اختلف بهذا الموضوع، انه نفس الشهر اللي راح تنطيه للمدرب الجديد ممكن المدرب نفسه يصحح اخطاء الفريق، يعيد الفريق نفسيا وبدنيا. واعيد ما قال الكابتن راضي شنيش، انا لم اعد احد بالتاهل لكني ابني فريق لامم اسيا المقبله. ممكن هذا شيء واضح وشيء يعني معروف لدى الجميع، لن نكون احنا طموحاتنا اكبر من على مستوى الجوده. هذه المجموعه من الاسماء جيده جدا، لكن تحتاج انسجام وتوظيف صحيح، يحتاج فتره طويله. يعني انا اتذكر حتى تصريح للكابتن راضي شنيش نسيلو عن ابعاد يونس محمود، قال انا افكر لفترات ابعد، يعني مو موضوع انه شهر وشهرين وثلاثه، لسنه ونص او سنتين. كان هو يعني عذر انه على موضوع يونس محمود انه ما اقدر استدعيه الان، لان انا عندي فتره طويله احضر المنتخب. يونس ما ممكن راح يبقى هالفتره الطويله، بس احنا نقول يعني يونس، يعني نرجع لموضوع يونس، انه كان المفروض تحتاجه بالفريق كقائد للفريق. يعني كان ممكن يعني شكل التصفيات ايضا يساعد على ان تستدعيه وتستبعد وقت ما تحتاج، وفق ما تمليه المصلحه الوطنيه. بالنسبه يعني نرجع لموضوع تايلاند، المباريات القادمه اعتقد يرجع الكادر يعيد وضع الفريق، يعيد تحضيرهم نفسيا وذهنيا وبدنيا افضل. ممكن الفريق التايلاندي فريق جيد،
فريق متطور جدا، لكن مو من الصعوبة أن يعني تتغلب عليه. فارق المهارة الشخصية في مصلحة منتخبنا. بالنسبة للمستوى اللي يقدمه لاعبينا بالشوط الأول ممكن ينعاد مع تايلاند وتصحيح بعض الأخطاء، ممكن يرجع الفريق، وهذه الأمور يعني الآن إحنا مو بعيدين، يعني كل شيء قائم في كرة القدم، كل شيء ممكن بكرة القدم. اليابان صححت من وضعها وتغلبت على تايلاند بهدفين نظيفين، وبالتالي عادت لأجواء المنافسة. يعني هل ترى كابتن أحمد أنه فرصة الفريق العراقي في القتال أو المنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلة مباشرة لمونديال روسيا أصبحت صعبة جدا أم مستحيلة، أم من الممكن أن تكون هناك تغييرات في قادم المباريات وبالتالي تكون هناك فرصة سانحة؟ هي صعبة، صعبة جدا، يعني بها صعوبة كبيرة جدا، لكن يعني خلي نعمل على موضوع أنه البطاقة الثالثة أو التأهل عبر الملعب، نلاقي ثالث من المجموعة الثانية، ممكن هذه ممكن نعمل على هذا الموضوع. لكن يعني قلت لك كرة القدم ما بيها شيء صعب، ممكن أنت عندك مباريات مع أستراليا في ملعبك، مع السعودية، مع تايلاند، يعني عندك مباريات تقدر تعوض بها. لكن قلت لك يبقى الشغل، يبقى التحضير لهذه المباريات، إعداد جيد هذه الفترة، خروج اللاعبين من هذه الصدمة النفسية، أكيد اللاعبين متأثرين من خسارة أستراليا والسعودية، تحفيزهم، تحضيرهم لهذه المباريات جيدا، اكيد راح نشوف، يعني ان شاء الله نتمنى انه نشوف شيء يعني يختلف عن هذه المباراتين. نعم، حتى يقال انه هذه مباراتنا اللي هي الارض المفترضه في شاعلام ليست ارضنا، الارض اللي حنلعب بها هي ملعب طهران، وبالتالي عندنا اربع مباريات سنلعبها في ايران، وهي تصب في مصلحه الفريق العراقي. من المفروض ان تحسم هذه المباريات الاربع بنتائج ايجابيه حتى نستطيع العودة للمنافسة من جديد. قلت لك ممكن، يعني احنا هذه الملعب يمكن ماليزيا كان اختياره بسبب المنتخب السعودي. نعم. لان المنتخب السعودي رفض يلعب في ايران. اجواء ايران قريبة على اجواءنا. الجمهور موجود، الحافز راح يكون والدافع اكبر. نتمنى من اللاعبين ان يراجعوا نفسهم. موضوع السفر حتكون مسافة قريبة أقصر جدا، قريبة جدا، يعني ما بها اي تعب، نقدر نروح من قبل وقت كبير جدا، نقدر الفريق العراقي يتجمع. قلت لك يبقى هنا العمل على تهيئة اللاعبين وتحضيرهم لهذه المباريات. والكادر التدريبي هناك كلام عن يعني مطالبات، وليس كلام، مطالبات بأن يتم تغيير أسماء في الجهاز الفني والإداري للفريق العراقي. هل سيؤثر ذلك على الفريق العراقي فيما لو حصل؟ والله ما أعتقد، يعني شنو اللي يغير بالموضوع، يعني إنه الكادر التدريبي يعني إحنا مثل ما تعرفون يعني هم كلهم لاعبين أو مدربين أسماءهم كبيرة وأسماء عملوا بالدوري العراقي وعملوا خارج العراق، فما اعتقد يعني تغيير الان يصب في مصلحه المنتخب بقدر ما تشخيص الاخطاء. بعد مباراتين هل يمكن ان تستبعد اسماء وتستدعى اسماء اخرى للفريق الوطني العراقي؟ والله ممكن، يعني انت عندك فتره هذه الشهر يعني تقدر تعمل كل شيء، ممكن انه تستدعي بعض اللاعبين اللي تكلمنا عنهم، لاعبين خصوصا في المراكز اللي نعاني منها في بعض الضعف، اي ضعف التسجيل، لاعب القائد للفريق، يعني ممكن اللاعب او لاعبين، يعني ممكن انه تضيف على هذه المجموعه، مجموعه جيده صراحه، لاعبين جيدين، توليفه جيده خاصه في المباراه الاخيره، يعني نحتاج الى بعض اللاعبين، لاعب او لاعبين لقياده الفريق وبث الروح للفريق، وهو ما ينقص الفريق العراقي، هذا ما ينقص الفريق العراقي. الموضوع اللياقة البدنية وانخفاضها يعني ألمنا حقيقة كثير. الفريق العراقي كان مندفع، كان بإمكانه أن يسجل. هل تمر يعني موضوع خط الهجوم العراقي بأزمة حاليا نقدر نقول، بعد يعني آخر مهاجم يمكن اعتباره من المهاجمين من الطراز الرفيع هو يونس محمود؟ أكيد أستاذ حسين، هتكلمنا هذا الموضوع أنه أنت كيف تخلق مهاجم على مستوى عالي، يمكن عندك منافسة قوية في الدوري، منافسة قوية في الدوري العراقي، الفئات العمرية راح تظهر لك هذه المواهب، راح تقدر تزج بهم في المباريات الدولية، أنت كل هذه الأمور تفتقدها. ما ممكن أنت تطالب الآن بهداف من طراز، لاحظ إحنا حتى دورياتنا دورينا إنه هداف يمكن 11 هدف أو 12 أو 13، وهذه نسبة جدا بسيطة بالنسبة للسنوات السابقة اللي كانت قبل 2003. يعني لاحظ يمكن يونس عبد علي يمكن لحد الان ما حد حطم الرقم القياسي مالته، نعم، بسجل لحد الان باسمه، نعم، مدراضي اللاعبين كانوا يوصلون ل 30 و 35 و 29 وهذه الارقام الكبيره جدا. الان لو لاحظ الهداف الدوري العراقي عنده يمكن 10 اهداف، 10 لا تتجاوز اصابع اليد الواحد، هذه مشكله، وهذا هو هذا التخطيط اللي نتكلم عنه. نعم كابتن، حاله سلبيه رصدناها بعد الخساره،
التجريح، تحدثنا عنه شوية بالبداية، التجريح والانتقاد غير البناء والتجاوز حتى باستخدام ألفاظ تكاد تكون بعيدة عن الخلق الرياضي المعهود عن يعني عنا كعراقيين. حتى هناك البعض يعني عذرا من يختبئ وراء يعني خلينا نقول وراء الكيبورد ليرسل رسائل هدفها ليس يعني تشخيص أخطاء الفريق العراقي والوقوف عليها بقدر ما هو انتقام من الكادر التدريبي أو من سين أو صاد أو في الاتحاد. بالتأكيد حسين، أنا إحنا يعني أضم صوتك هذه، إحنا ضد هذه الفكرة نهائيا، أنه ما ممكن نجرح بأي شخص. ممكن أنتقد ولا أشكك بوطنية، مستحيل أنا ما أشكك بوطنية أي مدرب عراقي أو أي لاعب عراقي صراحة. يعني كل لاعبين على مستوى عالي من الخلق ومن الوطنية العالية، مدربين ولا لاعبين. لكن احنا هي هاي مشكله الرياضه بالعراق ومشكله العراق بصوره عامه. الان التهجم بمواقع التواصل الاجتماعي والقذف والامور يعني صراحه نخجل ان نقراها، نخجل ان نسمعها. فعلى جمهورنا الرياضي انه نتحلى بالاخلاق الرياضيه، انتقد ماكو مشكله، انت من حقك تنتقد، وما دام الشخص المقابل يعمل اكيد عنده اخطاء وسلبيات وعنده ايجابيات، فانت انتقد بصوره جيده ممكن يستفاد منها هو المدرب. بس ما توصل لانه اجرح بيه وبعائلته. مع الاسف شاهدنا، انا رصدت بعض الامور والالفاظ اللي يعني تجرح حقيقه وتشكك بوطنيه سين وصاد من اللاعبين، وهذه مشكله. وموضوع ثاني اللي تكلمت عنه، يعني مع الاسف بعض مدربينا وبعض الاعلاميين يعني مثل ما قلت متخبي بعض وراء الكيبورد ويكتب حتى الناس تسوي له هاله اعلاميه ويريد. خلي ابتعد عن هاي الامور خلاص. اليوم مدرب منتخب وطني كابتن راضي شنيشل، والرجل صريح. اخي اجي اساعده انا، مكان ما ابحث عن زلات او عن نقاط سلبيه، اجي اساعده. كابتن راضي ممكن يسمع من اي شخص، ممكن اي معلومه توصل له تفيده. يا خلي اكون الى مساعد، الى ناصح الى، لا اكون انا منتظر والله منتظرش يعني اي وقت يسقط المنتخب او يسقط راضي شنيشل والله ابدي انا هنا بالهجوم والتجريح، ولما يفوز الفريق لا انا اسكتي وعادي فاز الفريق وموضوع طبيعي. خلينا نرتقب هاي افكارنا. انا اتكلم بالنسبه للمدربين يعني، ومدربين معروفين يعني. هل فعلا من يقبل تدريب الفريق الوطني العراقي، المنتخب الوطني العراقي، يضع نفسه في مقصله الاعدام اذا جاز التعبير؟ حاليا بالوقت الحاضر يعني مقصله واعدام مباشر اصلا. يعني على وضعنا يعني يصبح في مرمى نيران النقاد ومن يريد اسقاطه بسهوله. يعني الله يكون بعون كل مدرب يدرب منتخباتنا الوطنيه، لانه ما راح يسلم من اي شيء. نعم، هذا الحديث يجرني شويه لارجع للماضي القريب ليس بالبعيد. كان الكابتن حكيم شاكر مدربا للمنتخب الوطني العراقي، عند الفوز الكل يصفق لحكيم شاكر. صح. بمجرد ان صارت اخفاقه نتيجة عدم إعداد في بطولة الخليج قبل اللي سبقت بطولة أمم آسيا، انهال الجميع بالنقد والتجريح على الكابتن حكيم شاكر. ومن ثم ليس يعني تجربة الأولمبياد ليست بالبعيدة مع الكابتن عبد الغني شهد بعد أن قدم الفريق العراقي مستويات طيبة، لكن خالف الحظ، لم يوفق، لم يسجل، كان هدف واحد كان كفيل بأن يتأهل الفريق العراقي، لم يسجل، فبالتالي انهالت عبارات النقد والتجريح على عبد الغني شهد وكادر التدريبي. واليوم نعيش نفس الموضوع مع راضي شنيشل، نفس السيناريو بكل منتخباتنا الوطنيه. واقول لك المشكله يعني في جمهورنا لا يملك ثقافه انه كره القدم فوز وخساره. هي هذه مشكله جتنا بعد 2003، انه الان كلها محللين، الكل مدربين، الكل يعني ينتقد بطريقته. يعني احنا لو نلاحظ الان يعني نشاهد كل منتخبات الدول الخليج القريبه علينا، ما نشاهد اكو مشاكل على الفيسبوك او على انتقاده بالاعلام، وموضوع طبيعي يعني جدا. منتخب الامارات يعني يوم امس خسر ملعبه، يعني الان تصفح اذا لقيت يعني شخص يتجرح. حتى انا بالامس يعني حقيقه اصريت على متابعه البرامج اللي قدمتها الفضائيات السعوديه، تحدثت عن ان افراد يعني الجمهور السعودي غير مقتنع بالعناصر، ناهيك عن عدم اقتناعه بالكادر التدريبي. بس ما وصل لمرحله التجريح والتجاوز ويعني الامور الكبيره اللي تحدث يعني بالعراق، يعني صعب على اي مدرب يستلم. يعني اقول لك يعني هذه مشكله كبيره تواجه اي مدرب يدرب منتخبنا الوطني. هذه الخسارتين المتتاليتين هل ستؤثر على راضي شنيشل في موضوع قياده المنتخب؟ اكيد هو هذا اللي جاي نسمع عنه الان مع الاسف، يعني انه كثير من الاصوات تطالب اقالته. الوضع الان ما ممكن انت تقيل كادر تدريبي خلال هذه الفتره.
خلاص انت متعاقد وياه لمده 3 سنوات انتظر. وانت ما يعني الرجل يعني تكلم بصراحه جدا انه انا ما موعد الشارع الرياضي او الاتحاد العراقي انا اسس فريق لامم اسيا المقبله. هذا اللي تحدث به كان على هذا الاساس انه المفروض احنا نصبر عليه وخلاص. مدرب كابتن رشيد سيصبر من يريد مصلحه العراق في اقل من يعني الوقت انتهى في اقل من نصف دقيقه. هل سيذعن اتحاد كره القدم لضغط الشارع في هذا الموضوع ام انه سيبقي على راضي؟ شنو برايك؟ والله كل شيء ممكن بالاتحاد العراقي، ما ممكن تحزر يعني ايش راح يسوي الاتحاد العراقي. بس انا برايي الشخصي انه البقاء على الكادر التدريبي هذه افضل على الاقل في المباراتين المقبلتين، وبعد ذلك يكون لكل حدث حديث. خلاص هو انت ما عندك غير المباراتين القادمه راح تحدد مصيرك، انه انت يا اما تكون بالمنافسه تدخل ترجع للمنافسه يا اما خلاص انتهى الموضوع. وانا من رايي انه لن نطالب النتائج سريعه جدا، خلينا نصبر ونشوف. والله ان شاء الله ان شاء الله. كابتن الوقت مضى سريعا، شكرا لك. شكرا جزيلا ضيف عزيز في برنامج حوار سبورت، نورتنا وشرفتنا. شكرا جزيلا، شكرا لك كابتن، وشكر موصول لكم مشاهدي الكرام. الى ان القاكم في حلقه مقبله، الى اللقاء. حياك الله كابتن.